ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. من الرسائل المهمة اللي واضحها بالأرشيف، أحد المدربين هو أكاديمي مدرب ميداني، مدرب يعني جيد جدا، متابع جيد جدا، دائما الاسم قال دكتور موفق زيد، أنت كرمت علينا بما يعرف بالاختبارات التكتيكية واختبارات الفعاليات التدريبية، زيد بيها لأن هي هاي اللي تجعلنا نشتغل. ويقول أنا وطلابي شهود أخذ المادة الأسئلة التي تضعها وناقشها في أحد الصفوف المختصة بكرة القدم وأناقشها مع اللاعبين، وفيها فائدة كبيرة في تطوير أداء اللاعبين في الميدان. فزيد منها يا دكتور، وأنا أستجيب الليلة، غدا عيد إن شاء الله، العيد مبارك على الجميع. هذا تدريب 40 في 50 يارده، هدفين كبار بها راس مرمى وأهداف صغار على الجوانب أربعة. الفعالية الأولى هي فعالية التصويب، تتبعها مباشرة فعالية اللعب. ففعالية التصويب كيف تكون؟ نفس الوقت يشتغلون العشرة والتسعة، يشتغلون على الهدف اثنين، والتسعة والواحد يشتغلون، والتسعة والسبعة يشتغلون على الهدف. شلون نعرف اتجاه التمرين؟ إذا الكرة لعبت إلى التسعة فالربط يكون على الهدف البعيد، وإذا الكرة لعبت إلى العشرة الهدف الربط يكون مع دعش على الهدف البعيد. يعني إذا الكرة هنا تسعة سبعة على هذا الهدف، وإذا الكرة لعبت إلى هنا عشرة دعش على هذا الهدف، وإذا الكرة لعبت إلى دعش دعش وعشرة على هذا الهدف، وإذا لعبت إلى سبعة سبعة تسعة على هذا الهدف. بالعكس، إذا الكرة من تلعب لأي من اللاعبين سبعة أو عشرة أو ثمانية أو اثنين أو دعشة، معناه أنه الكرة راح يصير بها ربط على الهدف البعيد ولا يصير الهدف القريب. فإذا لعبت إلى دعش إذن على البعيد على هذا مع زميل هذا، وإذا لعبت إلى دعش على البعيد مع زميل هذا، يعني على اثنين دائما على البعيد. فالكرة الأولى اللي يلعبها المدرب من هنا ومن هنا هي التي تحدد اتجاهات اللعب، وهذا مهم. لماذا مهم؟ لأن افترض أنه لاعب خمسة لعب إلى تسعة، على أي هدف راح يصير الربط؟ على هذا الهدف. فلا يمكن للاعب للمدرب هذا أن يلعب للاعب دعش. لماذا؟ لأن الربط هم راح يصير على هذا الهدف. شوف لين، فيجب أن يكون الربط الكرة الأولى متعاكسة. إذا الخمسة لعبها إلى تسعة فالأربعة يلعبها إلى عشرة، يعني إلى المهاجم. وإذا الأربعة أو الخمسة لعب إلى الأربعة إلى دعش، إذن الخمسة يجب أن يلعب إلى سبعة، وهكذا تنظم الفعالية ويدار اللاعبون. لكن انتبه على دوران اللاعبين، لما دعش يخلص إذا صوب، إذا قدم إسناد وصوب العشرة ورجع المكان، دائما الكرة مرة تلعب للمهاجم مرة تلعب للجناح، مرة تلعب للمهاجم مرة تلعب للجناح، وهكذا يكون لاعب بدلون بين لاعب ساند ولاعب ماذا؟ مصوب. والساند الشيء يتحول إلى ريباوند. أوكي، التمرين أربعة يلعب إلى عشرة وخمسة يلعب إلى تسعة. لأشرح هنا، هنا نفس الشيء يصير. فإلى عشرة، عشرة يهاجم الكرة، دعش يقدم إسناد إلى عشرة، عشرة ودعش يلعبون مناولة جدارية، عشرة إلى دعش، دعش يهيئ يروح عشرة سريع يصوب على هدف اثنين، ودعش يتابع الكرة المصوبة. نفس الشيء، نفس الشيء. خمسة يلعب إلى تسعة بكل بساطة.
تسعة ينطلق للكرة بنفس الوقت، ينطلق سبعة يقدم لإسناد، فعش تسعة من هنا يلعب إلى سبعة، سبعة يهيئ الكرة كمناولة جدارية، تسعة يهاجم الكرة يصوب، ولا تنسى سبعة إيش يعمل؟ سبعة يعمل ريباوند. أوكي. بعدين خلصوا دول، نبدأ بالعكس، هذا يلعب الكرة إلى من؟ إلى 11، من يقدم لإسناد؟ 10، تصويب راح يصير هسه هاي المجموعة على هدف واحد. بالفعالية الأولى من الكرة لعبت إلى 10 تصويب على هدف 2، إذا انعكست الحركة، وهذا هم راح تنعكس الحركة. ليش؟ لأن هذا راح يلعب إلى 7، فالسبعة يربط إلى 10، التصويب يكون على 2 بعد أن كانت الفعالية الأولى التصويب على 1، وهكذا الجهتين، مرة التصويب على 1، مرة التصويب على 2، مرة التصويب على 2، مرة التصويب على 1، وهكذا يصير نوع من أنواع التمارين الرائعة، لأن هذا مطبق 50 في 40 يارد، يعني طول 50 40 يارد. أوكي. وأبعاد الساحة ترتبط كثير من الحقائق، واحدة منها يعني النضوج المستوى مال اللاعبين. هذا خلاص الكلام. زين، الاختبار اليوم وبكره عيد، هاي عيدية اختبار. تذكرون اسلوبي بالتطوير؟ اسلوبي بالتطوير اقول هذه فعالية اولى، سويها فعالية ثانية، زيد التحدي، اعطيها تكرار معي، سويها فعالية ثالثة. يعني عليك الان الاجابة على سؤال اول، كيف يمكنك تغيير حركات الركض او المناولة او التصويب او ما قبلهما او ما بعدهما في زيادة التحدي بالخيار الثاني والخيار الثالث؟ ده الموضوع. هذا سؤال اول جواب، شو تسوي حتى تخلق من هذا الفعالية في نفس المكان بدون دخول في مسألة الاهداف الاربعة الصغيرة؟ كيف اطور هذه الفعالية؟ تطوير اولي ازيد التحدي، تطوير ثاني ازيد التحدي. هذا سؤال. سؤال ثاني، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ وما هو أحسن تدريب لعب ستعمله بعد هذه الفعالية إذا عندك 8×8 لاعبين فريقين؟ أي نوع من أنواع اللعب؟ اللعب اللي نسميه جيم براكتس. هاي سؤالين، لو أنا حاضر في البرو أعطيها لمدرب وما أقول له فقط اشرحها على الصبور اشرح تسوي، أعطيه فرصة، أو بما أنه احنا مقسمينها إلى جروبات أعطيها لجروب معين وبداخل الصف يجاوبون لمدة نصف ساعة ثم نخرج إلى الساحة للتطبيقات. هذا هو الأسلوب الحديث في تعليم المدربين المتقدمين في الدورات التدريبية المتقدمة. أتمنى اتباع أسلوبي التعليمي هذا لأنه نافع جدا في وضع المدرب تحت ضغط ما يعرف بالارتجال التدريبي. أنا صعب بالحقيقة، يعني صعب، لكن عندما أرى مجموعة من البشر أنا مسؤول عليهم، أريد أختبرهم، أعطيهم على قدر مستوياتهم بس، يعني ما ناقش الإنسان اللي يعترض ويقول لا وأنا مدرب وأنا لا، تعال اختبر. ولذلك أنا كان عندي مشروع عظيم، ما أخلي أي مدرب يقول ليش ما جبتوني منتخب، ليش ما جبتوني كذا، لا لا، اختبارات بالسنة كل المدربين يختبرون اختبار مباشر من قبل اللجنة الفنية في الاتحادات الوطنية، إذا كانت اللجنة الفنية على مستوى هذا العمل وهذا التفكير. لا أعتقد أن الكل بهذا المستوى فيه، والحمد لله، وفي من راح يسمع ويتعلم. فتوكلوا على الله، عيدكم مبارك ويومكم سعيدة، واللهم يعني إحنا نقول استر على الأمة العربية وبعدها بعيدا بعيدا عن شرور ما يحدث الآن في العالم. العالم في منزلق خطير، ومراهقي السياسة يأخذون بالاقتصاد إلى الدرك الأسفل، والناس تعاني، والناس
الضحية الدائمة هم الفقراء، وأنا فقير إلى الله إن شاء الله. شكرا جزيلا على موفق. اليوم الأخير من رمضان، سبحان الله، ألا نشكر الله أنه إحنا الله أعطانا من العمر حتى نصوم هذا الشهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدي رسول الله. شكرا جزيلا.